بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ مع بعض نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والبرمجة. تمام، الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن ايه؟ يعني خلينا نبدأ مع بعض كده، ايه هو تعريف الذكاء؟ ممكن تقول لنا ايه هو تعريف الذكاء؟ ايه هو تعريف الذكاء؟ يعني امتى نقول على حد ان هو ذكي؟ امتى نقول على حاجة انها ذكية؟ تمام، لو حد حابب يجاوب يا ريت، يعني على اساس يبقى فيه تجاوب من الاطراف. ايه هو تعريف الذكاء؟ يعني امتى نقول ان البرنامج ده عنده ذكاء اصطناعي او ما عندوش ذكاء اصطناعي؟ يعني امتى نقول على طالب ان هو ذكي او الطالب ده، يعني فالذكاء اللي هو القدرة على فهم الحاجة وتعلمها والتعامل معاها. يعني احنا عايزين الآلة ما تبقاش متبرمجة على حاجة واحدة وما تقدرش تتصرف لو هي وقعت في مشكلة. يعني على سبيل المثال، ممكن تقع في مشكلة بمعنى ايه؟ ممكن ان احنا عايزين نقول له انزل اشتري حاجة، يعني عملنا روبوت وبرمجناه ان هو ينزل يشتري حاجة من تحت، فهو قلنا له اخرج من هنا، امشي، روح عند الباب، افتح الباب، روح اطلب الاسانسير، انزل اشتري حاجة. لو لقى ان الباب مفتوح فلقى خطوة مش قادر يتصرف معاها، يعني هو المفروض ان هو يفتح الباب، لقى الباب مفتوح فوقف. ليه؟ لان ده برنامج متبرمج بالطريقة التقليدية. الذكاء الاصطناعي ان هو يبدأ يتفاعل مع الحاجة، ويبدأ ان هو يفكر مع الحاجة، ويبدأ ان هو يستنتج، ويبدأ ان هو يحسن. الذكاء الاصطناعي ده مع بداية الكمبيوتر، لكن كان في مشاكل هنتكلم عنها أدت ان هو ما ظهرش غير اليومين دول. يعني ظهر السنة اللي فاتت واللي قبلها بدأ الناس كلها تتكلم عن الذكاء الاصطناعي، انما هو كان موجود اصلا من سنه كام، من الحرب العالميه الثانيه كده 1945 بدا يظهر موضوع الذكاء الاصطناعي. بداوا يفكروا ان نخلي الروبوت هو اللي يفك الشفرات وهو اللي يفكر معانا ونستعين بيه والحاجات دي كلها. ففكره الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقت سهله جدا، بقى سهل جدا ان احنا نلاقي برنامج نبدا ان احنا نتكلم معاه ونعمل شات معاه ونساله على الاسئله اللي احنا مش عارفينها. يعني ممكن يساعدنا، احنا مثلا مطلوب مننا واجب، فالواجب دوت يعني ممكن نقول له اشرح لنا الواجب، ما نقولش للذكاء الاصطناعي حل لنا الواجب. كده الذكاء الاصطناعي هيبقى ذكي واحنا مش هنبقى اذكياء. احنا بنستعين بالذكاء الاصطناعي ان هو يساعدنا في فهم الواجب، نقول له الحته دي انا مش فاهمها اشرحها لي تاني. ممكن اساله سؤال واقول له اشرحه لي كان انا طالب عندي 10 سنين، فيبدا ان هو يسهل لي الموضوع الصعب. يعني ممكن اقول له ايه، اشرح لي نظرية الكم مثلا او نظرية نيوتن او نظرية النسبية لطفل عنده 10 سنين، فيبدأ ان هو يسهل المعلومة بحيث ان انا اقدر ان انا افهمها واستوعبها. هي دي فكرة الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي كان مثلا من ضمن الحاجات ان هو في بطل العالم في الشطرنج كاسباروف بدأ يلعب قدام الذكاء الاصطناعي شطرنج، فبدأ واحدة واحدة. كان في الأول هو أذكى من الشطرنج من الذكاء الاصطناعي وبدأ إن هو يتغلب عليه، لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يتدرب مع التكرار. يعني كل ما هو بيلعب بيبدأ إن هو يتدرب، بيبدأ إن هو يفهم أفكار، بيبدأ إن هو يحط خطط من عنده لحد ما قدر إن هو يتغلب على بطل العالم في الشطرنج. فهمنا إيه هو الذكاء الاصطناعي؟ الموضوع واضح؟ فهمتوا إيه فكرة الذكاء الاصطناعي أو ليه إحنا مهتمين بالذكاء الاصطناعي؟ هاي تمام. انت اسم حضرتك ايه؟ أسامة. اسم حضرتك ايه؟ اسامه. اه ماشي يا باشمهندس اسامه، الله يكرمك. طيب، فهي الذكاء الاصطناعي دلوقتي موجود في كل حاجه حوالينا. يعني كل الحاجات دلوقتي بقى فيها ذكاء اصطناعي. على سبيل المثال، مثلا في دلوقتي عربيات ذاتيه القياده، هي مش محتاج ان يبقى في سواق ماسك الدركسيون وسايق. تمام، دي بقى حاجة جميلة جدا، ان انت ممكن تكون رايح مشوار ومتعب فتخلي الكمبيوتر هو اللي يسوق مع نفسه. ممكن في دلوقتي في كل الموبايلات سواء ايفون او اندرويد، في اللي هو ان انت تتكلم مع المتحدث الشخصي وممكن تسأله اسئلة ويبدأ ان هو يجاوب معاك. يعني ساعات انا مثلا اكون يعني بعمل حاجة واروح داس على زرار واقول له اشرح لي مثلا ايه هو الذكاء الاصطناعي، فيبدأ ان هو يشرح لي فكرة الذكاء الاصطناعي.
ممكن تكون في حاجة مثلا مش واضحة عندي في الكتاب، بقرأ في كتاب تاريخ، في كتاب أدب، في نحو، في مادة معينة مش قادر أفهمها، أقول له اشرح لي المادة دي، ما أقولوش حل لي الحاجة دي، لأن لو هو حلها لي أنا مش هستفاد حاجة. فدلوقتي حتى كل حاجة إحنا بنمارسها في حياتنا الشركات بدأت تدخل فيها الذكاء الاصطناعي، أي موقع أنت بتخشه بدأ يبقى فيه جزء ذكاء اصطناعي، يفهم أنا بحب إيه فيبدأ يجيب لي الإعلانات اللي أنا عايزها وهكذا. طيب على سبيل المثال مثلا وانا بحضر البرزنتيشن دوت، تمام، رحت ايه عايز احط صورة لاطفال بيشتغلوا على الكمبيوتر بيعملوا برمجة، تمام، هنفهم يعني ايه برمجة وايه لازمة ان احنا نشتغل في موضوع البرمجة. فعشان اعمل الصورة زي دي زمان لو انا ما فيش قبل الذكاء الصناعي كنت محتاج ان انا اقعد بقى ادخل الصورة دي واجيب الصورة دي من هنا ومجهود كبير جدا. طيب تعال نشوف، انا هحط لكم 3 مواقع على اساس تجربوهم وتشوفوا انا الاحسن. انا عاده بحب برنامج اسمه او موقع اسمه ليناردو، تمام، الاداء بتاعه عالي جدا، بكتب له اي جمله بيبدا ان هو يتفاعل معايا. تمام، كل اللي عليا ان انا اكتب له جمله صغيره خالص وهو يبدا ان هو يعمل لي الصور اللي انا عايزها. تمام، يعني هوريكم شويه صور انا كنت عاملها على على الموقع دوت. تمام، هقول له مثلا انا عايز كرييت نيو ايمج، انا عايز اعمل صوره جديده. الواجهه بتاعته اول حاجه ايمج جنريشن، يبدا يعمل لك صور. في حاجه اسمها ريال تايم، يعني كل ما بعدل حاجه بيبدا يعدل لي الصوره، ممكن اكون لسه بكتب حاجه او برسم حاجه يبدأ ان هو يعملها لي. دي الصور اللي انا عملتها عليه النهارده، وهو يوميا بيديك رصيد نقط تبدأ ان انت تجرب. طيب ممكن اجي هنا واقول له مثلا ايه الكلمة اللي انت عايزها يا أسامة او حد تاني من الناس اللي معانا، يقترحوا حاجة نطلبها منه يعملها لنا. دي الصورة اللي انا طلبتها منه، كل اللي انا كتبته هنا اكتب، قلت له عايز اطفال بيبرمجوا، فجاب لي الـ4 صور دول، ودي برضو قلت له عايزين ان هم بيلعبوا مع الروبوت، ماشي. فاقترح علي حاجة نحاول نخلي الذكاء الاصطناعي يعملها كده ونشوفها ان شاء الله. اقترحوا علي، تحبوا ايه؟ ايه رأيكم نطلب منه ايه؟ أطفال بيحفظوا قرآن. جميل جدا، ماشي، هقول له مثلا Arabic او Muslim people، Muslim Muslim people reading قرآن، تمام. ممكن تقول له مثلا ان مسجد. طيب ممكن واحد يدخل زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا، بس ممكن واحد يدخل ويكتب حاجة وتطلع له نتيجة اي كلام، واحد يدخل يعمل حاجة تطلع نتيجة ممتازة، ايه الفرق بقى؟ الفرق ان انت تدي له البرومت بشكل حلو، البرومت ده اللي هو التكست اللي احنا كتبناه دوت، تمام. فمحتاجين ان احنا ايه نظبطها بشكل حلو بحيث ان احنا تطلع لنا نتيجه ممتازه. ازاي نظبطها بشكل حلو؟ اول حاجه مثلا هنا حاجه اسمها برومت انهانس، تمام. ايه برومت انهانس ده؟ يعني حسن لي الحاجه اللي انا كاتبها. يعني ايه؟ يعني انا مثلا كاتب كلمه صغيره، انت خش اكتبها بجمله كبيره، جمله ادفانسد شويه. يعني انا ممكن اقول له بص هو عملها لي ايه، كتب لي جمله كبيره جدا ان هم قاعدين وعلى الارض وبيقراوا وهكذا، تمام. ومش لازم من اول مره تطلع لك صح، لازم تقعد تجرب مره واتنين وتلاته لحد ما توصل لان انت فهمت هو بيكتب بيفهم ايه وتكتب زيه، تمام. عندنا هنا مثلا في كذا ستايل، يعني ممكن تكون انت عايز حاجه 3 دي، ممكن عايز حاجه 2 دي، تمام. او دي بقى كلها دي، انا عايز 3 دي ريندر، عايز حاجه تكون كرتون، عايز حاجه جرافيك ديزاين، تمام. طيب اهو جاب لي اهو صور حقيقيه، تمام. ممكن اعدلها اخليها 3 دي ريندر، ممكن اخليها مثلا حاجات كتيره جدا، تبدا سكتش مثلا حاجه بلاك اند وايت، ممكن سكتش كولر، ممكن ستوك فوتو. فكل الحاجات دي نقدر ان احنا نتحكم فيها بشكل كويس.
مع الوقت هتبدأ ان انت تعمل صور كويسة، وده ان شاء الله يعني ايه هنفهم يعني ايه برومت. البرومت دي من ضمن الحاجات اللي فيها مستقبل كويس جدا، بيطلب دلوقتي يقول لك انا عايز حد بيتقن ان هو يكتب برومت كويس بحيث يطلع لي النتيجة كويسة. ماشي، ممكن نقول له مثلا احنا عايزين مثلا نغير الحاجة مثلا ل 3 دي ريندر، تمام، ونقول له انا عايز اعمل جنريت لصور تانية، فيبدأ يعمل لنا صور وهكذا. طيب خلينا نرجع للبرزنتيشن بتاعنا. في موقع برضو حلو قوي اسمه بلاي جراوند اي اي، ده برضو بيعمل لك صور كويسة، فتقدر تعمل اي صورة انت بتفكر فيها في ثواني. دي مثلا صور معمولة مجرد ان هو كتب له مثلا عايز رجل فضاء، فبدأ يعمل له 3 4 صور. وممكن بعد كده الذكاء الصناعي دلوقتي بدأ يحرك الصور، يعني يعمل لك فيديو، يعني مجرد تقول له انا عايز فيديو لسبق خيل تلاقي سبق خيل ظهر لك. تمام، فاحنا النهارده يعني النهارده بنتعرف بقى، انا مثلا اول مره اقابل مهندس اسامه، فهو اول مره قابل لي، اول مره قابل الذكاء الاصطناعي، فبنفهم الفكره. لكن بعد كده هناخد كورس كامل في كل واحده فيهم ازاي اقدر ان انا اشتغل بيها بشكل حلو، اطلع حاجه جميله جدا. يعني ممكن اديله صوره واقول له خد الصوره دي وعدل عليها. يعني ممكن اجي هنا مثلا في ليوناردو، تمام، تختار صورة مثلا معينة واقول له عدل عليها او غير فيها او اعمل لي صورة كويسة. بص دي كلها صور اتعملت، ده مثلا قلت له هات لي صورة بقى للقدماء المصريين، هات لي صورة كتاب بيكون بشكل هولوجرام مثلا، هات لي صورة الفرش دي كانت عندي، او اديته تكست وعمل الصورة ديت. قلت له اعمل لي حاجة في المبنى عسكري مثلا بالطراز المصري القديم وهكذا. فتقدر ان انت تعمل صور كتيرة للحاجة اللي انت عايزها في ثواني. يعني ممكن تعمل كتاب في يعني عندك مثلا تخليه يعمل لك هنشوف مع بعض الذكاء الصناعي، ممكن تقول له اكتب لي قصة، فيبدأ ان هو يكتب لك قصة معينة، وتبدأ انت بقى تطور في القصة دي لحد ما توصل انها تبقى حاجة كويسة يصلح انها تتباع مثلا او انها تتبع. وهتلاقي بأقل مجهود، يعني ما بقاش زمان محتاج ان انت تبذل مجهود كبير قوي عشان تعمل قصة او تعمل كتاب. لا، ممكن بشوية صبر شوية وتقدر تجرب كذا مرة لحد ما توصل لحاجة كويسة ان شاء الله. تمام، طيب طيب ايه هو البرومت؟ ان انا بديله كلمة اللي تخلي الكمبيوتر يبدأ يطلع لي الحاجة اللي أنا عايزها. يعني ممكن أنا أديله برومت، تمام، خلينا نعمل البرومت مع بعض، نفكر فيها مع بعض ونعمل البرومت مع بعض. خلينا مثلا أجي هنا وهقول له أعذر مش رجيم، هنجرب مثلا شات جي بي تي. كان زمان عشان يبقى عندك ذكاء اصطناعي ده مكلف جدا، دلوقتي خلاص بقى متاح مجاني في كل البلاد ان انت تدخل على شات جي بي تي وتطلب منه يشرح لك حاجة معينة أو يساعدك في حاجة معينة أو في معلومة أنت بتدور عليها. فيعني مش صح إن إحنا نهمل الكنز دوت. مثلا أنا عايز إيه؟ أقول له مثلا أريد معلومات عن أفضل البلاد. تمام؟ طيب أنا كده ما اديتوش المعلومات كاملة اللي يدور من خلالها. هيحصل مشكلة كده. ليه؟ افضل بلد من حيث ايه؟ تمام، من حيث نوعية دي فكرة البرومت. انا اديته هنا برومت غلط، فهو مش قادر يقدر من ناحية نوعية الحياة، ولا من ناحية الاقتصاد، ولا من ناحية التعليم، ولا من ناحية ايه بالظبط. تمام، يبقى انا لازم اكون محدد وانا بطلب منه في البرومت. يعني ما ينفعش اقول له ايه ما هي صلاحيات رئيس الجمهورية؟ طب انت في انهي جمهورية؟ انت في انهي بلد؟ ايه هو عمر مثلا المعاش مثلا، او عمر دخول الطلبه المدارس في اي بلد. لازم اديله جمله كويسه، والافضل ان انا اديله مثال. يعني اقول له ايه لو احنا افترضنا كذا كذا كذا، فايه الحل في حاجه زي كده؟ يعني اعتبره صديق ليك. يعني في المشكله اللي بتحصل ان حد بيطلب بيديله سؤال مش واضح، فهو مش قادر يجاوب، فلازم ان انا ايه اخلي بالي من النقطه ديت. تمام، يعني اقول له ايه ما افضل البلاد من حيث جودة الحياة مثلا. فهو ساعتها كده بدأ يفهم. ممكن تقول له انا جنسيتي كذا، انا جنسيتي مصري مثلا،
وبدور على بلاد اروح اسافر فيها. طيب خلينا مثلا اقول له ايه، اريد ان اسافر لخمس دول في خلال مثلا 20 يوم مثلا في اوروبا، اعمل لي خطة سفر. تمام، وممكن تكتب له بقى انا بحب السفر بالطيارة، انا بحب السفر بالعربية. تمام، فكل ما هتدي له معلومات اكتر، اهو قال لك اول 4 ايام هنروح باريس، بعد كده هنروح بروكسل بلجيكا وهكذا، وقال لك تركب ايه، يعني كأنك رحت لشخص متخصص في السفر والحاجات دي كلها. تمام، وضحت؟ واداك شوية ملحوظات. تمام، ممكن تسأله مثلا في حاجة في التاريخ، في حاجة مثلا انت مش فاهمها، فتقول له اشرح لي، اشرح لي أهم الأحداث التاريخية، وتكتب له اشرح لي كأنك مدرس تاريخ، اشرح لي لطفل عمره 10 أعوام. تمام، فهيبدأ يقول لك بعض التواريخ بطريقة سهلة جدا، زي مثلا اكتشاف أمريكا، كريستوفر كولومبوس، الحاجات دي كلها. تمام، ممكن تقول له لا استنى بقى، أنا عايز تاريخ الدول العربية. تمام، فممكن أروح إيه موقفه وآخد بقى إيه أهم الأحداث التاريخية في البلاد العربية. ساعتها هيبدأ يجيب لي الحاجات المناسبة ليا، ممكن اختار حدث معين واقول له اشرحه لي انا مش قادر افهمه، فبدأ من ظهور الاسلام. وهكذا، فتبدأ ان انت تناقش معاه وتاخد المستوى كويس. دي فكرة البرومت، البرومت دي حاجة كويسة جدا. تقدر تقول له ايه، ممكن مثلا نقول له ايه، مثلا لو حد عنده سؤال يقول عرف لي البحر. تمام، طيب ممكن انا، لا ده مش انا ما اقصدش كده، انا اقصد البحر الشعري، فاقول له ايه عرف لي البحر الشعري، او كأنك متخصص في الشعر. وضحت الفكرة؟ هو بدأ يكتبها لي بشكل شعري. طيب عرف لي الشعر، عرف لي البحر الشعري. هو بيقرأ كل الكتب ويجيب لك الحاجة اللي انت محتاجها. فبدأ يشرح لي البحر الشعري و16 بحر، البحر الطويل والتفاعلية وهكذا. تمام، فلو في اي حاجة مش واضحة في المذاكرة اخليه يساعدني في فهم الحاجة دي، مش في انه في حلها، في فهم الحاجة ديت. طيب فالبرومت بينفع معايا في ان انا اعمل صور، وفي ايه، وفي ان انا اقدر اتناقش معاه واخد منه معلومات، كأن انا رحت الراجل المتخصص مثلا في الادب، زي مثلا العقاد او طه حسين او نجيب محفوظ، وسألته سؤال، فهيبدأ يجيب لي إجابة شافية وفيها كل حاجة. فتقدر ان انت بعد كده تقول له ايه، لو في جزء انت مش فاهمه قول له انا مش قادر افهمه. تمام، قول له ما اهمية البحر الشعري، هو كاتبه فوق بس انا هسأله تاني. والاجابة اللي تقدر تاخدها منه ممكن تقول له نظمها لي، يعني اقول له ممكن اسأل ايه، ما افضل هذه الشخصيات، وهنقترح عليه بعض الشخصيات، مثلا نيوتن، ومثلا باتمان، العقاد، ونختار مثلا بيتهوفن. انا متعمد ان انا اختار شخصيات غير بعض خالص، فاماجي حد يعرف اسم لعيب كرة ميسي،
ماشي، وخليني نشوف. هو السؤال نفسه مش هيعجبه. ليه؟ لأن شخصيات مختلفة أهو. فهو يبدأ يديني معلومات عن كل واحد فيهم، بس مش قادر السياق والمعايير. فأنا أقول له إيه؟ من حيث العلم. فيبدأ يرتبهم لي بقى، مين فيهم اللي ليه سمات علمية؟ قال لك اسحاق نيوتن لان هو ليه سمات علميه في كذا، بيتهوفن في كذا، الموسيقى عباس محمود وهكذا. فبدا ان هو يرتبهم. هو حط بيتهوفن فوق العقاد لان العقاد بالنسبه لي محلي، انما بيتهوفن عالم. تمام. بعد كده باتمان قال لك شخصيه خياليه بس هو ليه اثر ثقافي من حيث البطوله ومواجهه. طيب ممكن اقول له ايه مثلا؟ اذكر لي اهم اصحاب الكتب السته في علم الحديث، وأهم شيوخهم، وأهم تلاميذهم. فمعلومة عشان تعرفها تاخد منك وقت كتير. فهو بدأ إن هو يرتبهم لك، بس فيها معلومات غلط. الإمام البخاري و 192 وتوفى 256، يعني التواريخ الوفاة ودي مش مظبوطة. الإمام مسلم 204 وتوفى 261 تقريبا. طيب المهم إن هو كتبهم لي كده، أقول له إيه؟ أنا عايزهم على شكل جدول. على شكل جدول، فيبدأ يعمل لي جدول فيه الأسامي، اسم الكتاب، اسم الشيخ الجليل والتلاميذ البارزين وهكذا. في الكلام مش مظبوط لأن احنا بنتكلم في حاجة هو مش متخصص فيها اللي هو علم الحديث. بس ما يعني سألته في علماء الرياضة وعلماء الفيزياء هكون الإجابة بتاعته أدق وهكذا. ممكن تقول له ضيف للجدول دوت أهم مثلا الأعمال، أهم الأماكن اللي زاروها، الحاجات دي كلها. ماشي. هو طبعا المعلومات اللي هنا مش مظبوطة. طيب خلينا نرجع تاني، بس هي الفكرة كلها انت ممكن بعد كده تقول له المعلومة دي مش مظبوطة. طيب تعال نشوف أمثلة على الذكاء الصناعي ممكن يفيدنا في ايه. ممكن يفيدنا في حاجات كتيرة. يا ريت حد يقول لنا ممكن نستفاد من الذكاء الاصطناعي في ايه. مثال ممكن يفيدنا في ايه الذكاء الاصطناعي؟ يا شباب أسامة أو أي حد من الـ من الـ الـ الأشبال اللي يجاوب، ممكن الذكاء الاصطناعي يفيدنا في إيه؟ يعني عايزين نفكر مع بعض ممكن يفيدنا في إيه؟ في العلم. في العلم. تمام، الله ينور. يعني ممكن يفيدنا، هنبدأ نشوف حاجات كتيرة جدا ممكن يفيدنا فيها. أول حاجة مثلا العربية اللي هي ذاتية القيادة دي فيها جزء معين بيبدأ يحلل الصورة. طول ما هو ماشي بيبدأ يحلل، لو شاف صورة شخص ممكن يضرب فرامل عشان مثلا ما يخبطوش، لو شاف الإشارة خضراء يبدأ إن هو يحرك السيارة، لو شاف الإشارة حمراء يبدأ إن هو يقف، لو شاف وهكذا. فدي حاجة مهمة جدا. لما أنا بصور بالموبايل، كلنا جربنا الموضوع دوت، تلاقيه عمل لك إيه؟ تاج إن ده فلان وده فلان وده فلان. إن هو يقدر يفهم الصور، حاجة اسمها أوبتيكال كاركتر ريكوجنايز، ان انا لو عندي صوره فيها كلام ممكن اصورها بالموبايل ويبدا ان هو يقراها. ان شاء الله مع بعض في الكورس هوريك شويه تطبيقات معموله لسن مثلا من 4 سنين 10 سنين، ممكن تصور الواجب ويبدا ان هو يحلل لك او يجيب لك اسئله على الواجب دوت، او يجيب لك بعض الكلمات تتعلمها جديد. فدي من ضمن الحاجات الخاصه بالذكاء الاصطناعي، ان هو يقدر يستوعب معلومات معينه ويبدا ان هو يفيدنا فيها. برضه تعالى نشوف حاجه زي كده مثلا. دي برضه نفس الفكره، ان هو تصرف طول ما ماشيه عمال اتعرف على الاشخاص، عمال اتعرف على نوع العربيه، انها ازاي تركن، الحاجات دي كلها. ممكن تعرف على الوجه، تعرف ان الشخص ده بيبتسم ولا ما بيبتسمش. لو انا ايام كورونا لو واحد مش لابس ماسك يبدا ان هو ينبه،
تمام؟ فكل الحاجات دي بالذكاء الاصطناعي. دلوقتي التطبيقات لو رفعت اي صورة بيبدأ يتعرف عليها ويبدأ ان هو يعمل فلاتر وحاجات زي كده. ممكن نستخدمه في الروبوت، تمام؟ احنا ان شاء الله معانا في الكورس هنبدأ نشوف موضوع الروبوت دوت، هنبدأ ازاي ان احنا نبرمج الروبوت بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ما عندناش يعني موضوع الاكواد والبرمجة دي هنخليها في الاخر خالص لو حد حابب ان هو يتعلمها، لكن احنا ممكن نبرمج باسلوب تاني سهل جدا وبسيط يناسب كل اللي سنه صغير واللي سنه كبير برضه، تمام؟ عندنا ممكن يكون عندنا معلومات كتيرة جدا، عندك كم واحد في المدرسة؟ ممكن 1000 واحد يبدأ ان هو يحط المعلومات ويبدأ يستنتج ان الشخص ده كان درجاته كويسة في فترة من فترات لكن قلت الشهر ده، فعنده مشكلة محتاجين ان احنا نعرفها. ممكن يخمن مثلا انا قريت كذا كتاب في المكتبة، فايه الكتاب اللي هو يرشحه لي ان انا اقراه؟ وانت بتلعب اي لعبة بيبقى معاك شخصية كده بتتعلم منك وتبدأ انها كل مرة جودتها تتحسن. دي حاجة اسمها الماشين ليرنينج، هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في يوم تاني. احنا عاملينها كل جمعة ساعة واحدة بنبدأ ان احنا نفهم حاجات جديدة ونبدأ نتعلم مع بعض. اللي هو يبدأ يحلل التكست اللي موجود، يبدأ لو انا بعت رسالة يبدأ يبقى فاهم الرسالة دي ممكن تبقى صح او انا مش مهتم بيها وهكذا. ممكن في مجال الصحة ان هو يحلل النتائج بتاعتي ويستنتج اذا كان في اي اضرار او بحاجة ان انا اروح للدكتور او كده. فعندنا الذكاء الاصطناعي ده بيحتوي على حاجات كتيرة جدا. يعني انا لما هوريك حاجة دلوقتي، ماشي؟ خليكم معايا. عذر مش عارف هشغل تطبيق الفون عشان تشوف الفون عندي عامل ازاي. فون هيبدأ يظهر. دي الشاشة بتاعت التليفون بتاعي، هتلاقي إن أنا ممكن أسطب برنامج أنا بكلمه وهو بيبدأ يسمعني ويبدأ أو أسأله أي سؤال صوت فيبدأ إن هو يجاوب عليا صوت وكتابة. فدي حاجة كويسة جدا إن هو قدر يفهم أنا عايز إيه، دي حاجة رائعة جدا. وهنبدأ إن إحنا نبرمجها ونفهمها مع الوقت، يعني مش لازم النهاردة، مع الوقت هنبدأ نفهم إيه هي البرنامج، إيه هو البرمجة، ازاي ان هو ممكن يفيدني في حاجة زي كده. دي الشاشة بتاع التليفون بتاعتي، تمام؟ هوريكم دلوقتي برنامج جميل اسمه شات جي بي تي. وان شاء الله المره الجايه هناخد برنامج برضو يعني شات جي بي تي للاطفال، بس انا هوريكم اللي هو الايه العادي دلوقتي اللي انا بستخدمه. طيب ممكن اقول له ايه، ادوس على السماعه كده هو يبدا بقى يسمعني. صباح الخير، كيف حالك؟ صباح الخير، كيف حالك؟ ألو، كيف حالك؟ صباح الخير، كيف الحال؟ ثانية واحدة عشان مشغل التطبيق دوت. السلام عليكم، كيف الحال؟ ألو، كيف حالك؟
ما هي أهم الآثار الموجودة بمصر؟ على سبيل المثال، هناك أهرامات الجيزة التي تعود إلى عصور الفراعنة، ومعبد الكرنك في الأقصر، ومدينة الأقصر التي تضم العديد من المعابد والمقابر. أريد أن أذهب لزيارة الآثار في الدول العربية، ما هي الأهم الآثار في الدول العربية؟ ما هي أهم الآثار في الدول العربية؟ Sorry, I'm having issues right now. Could not. ما هي أهم الآثار في الدول العربية؟ أهم الآثار في الدول العربية؟ Sorry, I'm having issues right now. طيب Could not understand what you said. ما أهم الآثار في الدول العربية؟ أهم الآثار في الدول العربية؟ الدول العربية هناك العديد من المواقع الأثرية المهمة. على سبيل المثال، في الأردن هناك مدينة البتراء، وفي سوريا هناك مدينة بالميرة، وفي السعودية هناك موقع مدائن. طيب ده تطبيق مثلا كويس جدا اللي هو شات جي بي تي، تقدر انت تسأله. في برضو عندنا حاجات هنتكلم عنها بعد كده اللي هي اي اي كيدز واي اي ماجيك، دي برضو برامج مناسبة لسن صغير ويبدأ ان هو يجاوب بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طيب احنا كده فهمنا الذكاء الاصطناعي تمام وايه اهميته، وهو بقى موجود في كل حاجة حاليا، وهنقدر ان شاء الله نبرمجه بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طيب حد هنا بيحب المكعبات؟ لعبة المكعبات فاكرينها؟ حد عنده لعبة المكعبات ولا دي اندثرت خلاص؟ حد برمج قبل كده؟ حد قصدي لعب مكعبات قبل كده؟ ألو؟ اي لعبت مكعبات قبل كده؟ زمان بقى. طيب ماشي. بص البرمجة اللي احنا هنلعبها، هنلعب حاجة اسمها بلوكات، يعني هي نفس فكرة المكعبات، انت مش مطلوب منك تحفظ أكواد تمام، مجرد ان انت بتلعب بتوصل حاجات ببعض. يعني لو حد عنده 4 سنين 5 سنين ولعبنا اللعبه دي معاه، هتلاقيه حبها وحب ان هو يشتغل عليها. اي حاجه اسمها جينير بلوك تمام، مناسبه وهنتعلمها كلها، هنتعلم حتى ازاي نبرمج بالذكاء الاصطناعي، وازاي نبرمج بالبايثون، وازاي نبرمج، تبقى عندك امكانيه ان انت تبرمج زي ما انت عايز. الحاجه اللي هنشتغل عليها زي سكراتش كده تمام، هتتعلم فكرة البرمجة. طب ايه هي البرمجة؟ انت بتلعب العاب، يعني انت اغلب الوقت بتلعب العاب، بتلعب مثلا ايه الالعاب اللي انت بتحبها على الموبايل او الكمبيوتر؟ كل واحد يقول لنا لعبة هو بيحبها. ايه الالعاب اللي انت بتحبوها؟ طيب يا ريت كل واحد كده يفتح المايك ويقول لنا اسم اللعبة كده هو بيحبها. فيفا ماشي. الفكرة بقى حد تاني عنده لعبة تانية حلوة بيحبها؟ الفكرة هنا احنا اللي هنبرمج لعبة الفيفا، احنا اللي هنبرمج اللعبة اللي هنلعبها، يعني انت هتشارك مع اصدقائك تمام اللعبة اللي انت عاملها بايديك تمام، والموضوع هيبقى سهل، والموضوع مش هيطلب منك وقت كتير جدا في البرمجة. لا هنبدأ نشوفها مع بعض، يعني مش هنتقل عليكم النهارده، النهارده بنتعرف، عرفت فلان وفلان عرفني وعرفنا ايه هي البرمجة. البرمجة ان انا هبدأ ان انا اعمل اللعبة او البرنامج اللي انا عايزها تمام، بس يعني هقول للكمبيوتر اعمل لي كذا، بس عشان اقول له لازم ان انا اديها له بشكل يعني ايه ككود او طريقة فهم او طريقة حاجة معينة. الموضوع ده هناخد له كذا يوم بعد كده، يعني هناخد كذا يوم نشرح فيه الفكرة بالظبط عاملة ازاي. فبس اول حاجه كده هنشوفها مع بعض، ان انا مثلا عايز اخلي الدب ده يتحرك تمام، وما تشغلو ما تشغلش نفسك ازاي ايه اللي حصل، لكن هنشرحه بالتفصيل. عندي حاجه اسمها ايفنت، يعني حدث، يعني اقول له لما ادوس على زرار اعمل كذا. فزي ما انت في الفيفا انت بتلعب بالكيو دبليو اي اس ار والحاجات ديت والاسهم،
احنا هنقوله كده برضو، لما ادوس لك على الزرار ده اعمل كذا، يبقى انا هبرمجه ان هو يتحرك ماشي. لما ادوس على الزرار ده يعمل ايه؟ ممكن اقول له موشن مثلا، تمام، هقول له مثلا اتحرك 10 خطوات. ممكن اخلي ال10 حركات دي ممكن اخليها مثلا ايه 20، تمام. طيب ممكن اقول له ابقى لف لي شويه، ممكن بعد كده اقول له قول لي كلمه معينه. طيب احنا معانا حد تاني غير اسامه؟ معانا حد تاني غير اسامه دلوقتي؟ المايك مفتوح لو حد حابب يقول اسمه. أنا حمزة. ماشي، انا هقول له بقى هاي حمزه، تمام، واقول له اي ام، هخليها في سطر لوحديها. هتلاقي البرمجه سهله جدا وبسيطه، وهنبرمج حاجات قويه جدا في الذكاء الاصطناعي. هنفهم فكره الذكاء الاصطناعي، كل مره نمسك جزئيه معينه نقولها ونقولها ازاي هنبرمجها. مثلا اي ام حمزه احمد، صح؟ هاي حمزه. ماشي يا باشمهندس، اهو. يبقى انا هقول له انا حمزه، هلو حمزه اي ام يوسف، وتقدر تقولها له بالعربي مفيش مشكله، تمام. فهو هيبدا يقول له هاي حمزه اي ام يوسف، فاللي انا برمجته عليه هو يقوله له، تمام. احنا شغالين على حاجه اسمها بيكتو بلوكس، تقدر انت تسطبها، والفيديوهات موجوده، لكن احنا يبقى كل اسبوع بنقعد كده مع بعض ساعه ممكن نتفق عليها. كل الحاجات دي هنبرمجها، ازاي يتعرف على حركه الايد، ازاي يتعرف على العنصر، اديله مثلا صوره معينه وهو يبدا ان هو يحللها، ازاي ماشين ليرنينج انفايرمنت، ادربه على حاجات، ممكن اديله صور حاجات من عندنا من الثقافه العربيه ويبدا ان هو يفهمها، ادربه على ناتشورال لانجوج بروسيسنج ان هو يفهم النصوص ويفهم الكتاب. كل الحاجات ديت هنبدا ان احنا نشتغل عليها باذن الله نوصل فيها لمستوى كويس. الكمبيوتر فيجن برضو ان هو يكتشف الحاجات اللي هي السي في دي، حاجه مهمه جدا، ممكن مثلا اديله صور كتيره ويبدا ان هو يتعرف عليها. فكل الحاجات دي واحده واحده هنبدا نفهمها، ومش هتبذل جهد في ان انت تقعد تحفظ. يعني ان شاء الله بعد كده ناخد البايثون وناخد البرمجه بتاعتها والحاجات دي كلها، لكن احنا في الفتره الاولانيه هنمشي واحده واحده مع بعض، هنفهم فكره البرمجه، هنفهم ازاي تبرمج، هتفهم ايه اللي مطلوب مني عشان مثلا اعمل حاجه معينه، هتفهم ايه هي المتغيرات، ان انا احط حاجه في المتغير، هتفهم قاعده اف وهكذا. فهيبقى عندك نولج معينه او ثقافه معينه او معرفه معينه، بحيث ان لما اتكلم عن اي حاجه مع اي مبرمج تبقى فاهم الحاجه دي ايه، تمام. فما تستعجلوش وان شاء الله ايه هنشتغل عليها بشكل كويس. طيب نكمل مع بعض، يبقى فكره البرمجه هتبقى سهله جدا. طيب بالنسبه لنا بقى ايه الحاجات اللي مطلوبه مننا؟ يعني احنا مش هنشتري اجهزه معينه ولا هنعمل حاجه خالص، لان انت دخلت النهارده من خلال الموبايل، كل البرمجه بتاعتك هتبقى من خلال الموبايل او من خلال الكمبيوتر. يعني لو عايز تبرمج من الكمبيوتر ماشي، عايز تبرمج من الموبايل ماشي، تمام. يعني مع الاثنين هيبقوا سهلين جدا، وتقدر ان انت تسطب طول الكورس هناخد حاجات كتير قوي، هناخد برمجه روبوتات، هناخد برمجه ذكاء اصطناعي، هناخد ديب ليرنينج، كل الحاجات دي من غير ما هنشتري حاجه او نكلف الايه الاهل حاجه خالص. ودي بعض المواقع ان شاء الله هنبدا ان احنا نشوفها في الدروس اللي جايه، ونبدا ان احنا مثلا نمسك موقع معين ونبدا ان احنا نشتغل عليه. طيب مطلوب مننا ايه بقى؟ مطلوب مننا حاجه سهله جدا وبسيطه اقول لكم عليها، تمام، اللي هو هنسطب حاجه اسمها كوبايلوت. انا مسطبه عندي، انت مسطبه عندك، ومطلوب منك واجب بسيط ان انت تساله اي سؤال وتخليه يعمل لك اي صوره. طيب اهو الكوبايلوت اهو، تمام. ده ذكاء صناعي ضخم جدا من مايكروسوفت. مثلا هتسأله أي سؤال وتحط لنا بقى في الجروب اللي احنا عاملينه السؤال اللي سألته والإجابة بتاعته، ونشوف مع بعض ازاي نحسن البرومت عشان نوصل لأفضل نتيجة، تمام. طيب يعني على سبيل المثال مثلا ممكن تقول له احكي لي قصة، فيبدأ ان هو يحكي لك قصة. في قصة معينة سمعتها ومش فاكرها، فأقول له احكي لي قصة معينة. ممكن أقول له ما أفضل رياضة، وممكن تكتب له صوت، وممكن تبعت له صوره وهو يبدا ان هو يحللها لك، بس ما تصورش اشخاص او صوره حد من قرايبك او كده. ما افضل رياضه لطفل 10 سنين؟ فيبدا ان هو يعمل سيرش ويسال كتب كتيره جدا ويبدا يجيب لك النتيجه على طول. قال لك ركوب الدراجات، قفز الحبل، الحاجات دي كلها. طيب دوست على الثلاث سطور اللي فوق خالص دول،
وعلى فكرة بيفهم عربي. في حاجة اسمها ديزاينر. ديزاينر يعني ايه؟ يعني هقول له اعمل لي صورة بالعربي، اقول له صورة مثلا طفل مصري عربي بجوار اي مكان بقى انت عايزه، مثلا بجوار مثلا النيل، وممكن تدوس على المايك وتتكلم صوت ويبدأ ان هو يعملها لك. بيقول لي اعمل ساين ان عشان يعمل لي صور، وعنده استعداد يعمل صور بس محتاج ايه اعمل له ساين ان بالحساب بتاعي. هيبدأ بقى ايه يكريت لك صور. ف اعمل ثانية. ممكن انا اكون خلصت الحساب بتاعي طيب. فالكوبايلوت، عندك الكوبايلوت اللي هو الكتابة، عندك الديزاينر اللي هو يعمل لك صور، عندك فيتنس ترينر يعني ده تدريب على الرياضة، فممكن تسأله أي سؤال كأنك بتسأل الكوتش فيبدأ إن هو يجاوب عليه. فالموضوع سهل جدا وبسيط. احنا عاملين جروب على التليجرام، هسيب لكم الرابط بتاعه، انتوا اكيد موجودين، بحيث نفكر بعض ولو حد طبق حاجة هيعملها. وفي هدية، ده كورس ثمنه $20 هسيبه لكم مجاني تمام في قلب الجروب على التليجرام لو حد ان هو حابب يستفاد منه. وممكن نجرب ليوناردو في ان احنا نعمل صور كتيرة، وشاركونا صور على الجروب، يعني اي صور تعملوها حطوها في الجروب عشان نفكر مع بعض ازاي نحسن الصور ان شاء الله تمام. طيب انا عايز بقى يعني اشوف لو عندكم اي اسئلة نبدأ ان احنا نفكر فيها ان شاء الله، والكورس هيتطور حسب ما انتوا عايزين، يعني عايزين نسرعه ونبطئه ونوقف نشغل زي ما انتوا عايزين. فحابب اسمع بقى منكم يوسف وحمزة واي حد تاني موجود معانا في الجروب، هل الموضوع كان سريع ولا كان سهل ولا كان محتاجين نطبق عليه اكتر زي ما انتوا عايزين، شوفوا انتوا عايزين ايه. طب هل الموضوع واضح ولا في مشاكل؟ لا واضح، حلو، سهل، واضح. هو زي ما بقول لك كده، نحاول بس نكمل مع بعض الفترة اللي جاية ديت، يعني كل اسبوع ساعة، والحاجات اللي هنطبقها هتبقى حاجة سهلة جدا، بتشتغل منها 10 دقايق تقدر تكمل باقي اليوم تعمل اللي انت عايزه. وان شاء الله يعني ايه خلال فترة بسيطة نبدأ ان احنا نطلع برامج كويسة جدا، نقدر ان احنا نفهم كل حاجة في الذكاء الاصطناعي في البرمجة، ودي مهارات مهمة جدا، وإن شاء الله يعني إيه نتعلم مع بعض فيها إن شاء الله. شكرا جزيلا، ولو في أي حاجة كلموني، ولو أي أسئلة أي حاجة بعتولي ونبدأ نحلها إن شاء الله. شكرا، جزاكم الله كل خير، السلام عليكم. في حد عنده أي أسئلة؟ في حد عنده أي أسئلة؟ لا لا، تمام، لو في حد عنده أسئلة أنا موجود، سواء على التجرام، فيسبوك، تويتر، أي حاجة أنت عايزينها معاكم إن شاء الله. شكرا، ربنا يبارك فيكم إن شاء الله، سلام عليكم.